صلى عليك كتير قوي يا رسول الله. فكم اجل لك من صلاتي؟ الربع. فالنبي رد عليه قال له ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال اجعل لك من صلاتي الثلث، يعني اجعل صلاتي تلتها صلى عليك. قال له ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال النصف الثلثان يا رسول الله. قال ما شئت فان زدت فهو خير لك. قال اجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. فالنبي رد عليه قال له ايه؟ اذا تكفى همك ويغفر ذنبك. طبعا ربنا سبحانه وتعالى صلى عليه من قبل ما احنا نصلي عليه، طبعا في القران يطلع وسيظل يطلع الى قيام الساعه، فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي. ثم امر اهل البر من اهل الايمان اللي هم يا رب يكونوا احنا ان شاء الله ان يصلوا عليه، فقال يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا يا جماعه في منطقه اسمها منطقه احد دي فيها ثلاث معالم. اول حاجه جبل احد اللي هو على ايدنا اليمين ده، تيجي تسلك جبال احد طولها حوالي 7 كيلو. ثاني حاجه جبل الرماه اللي هو على ايدنا الشمال ده، واقول لكم ليه اتسمى جبل الرماه دول. ثالث حاجه مقابر الشهداء اللي هي موجوده في ظهر دي على طول، ده جبل الرماه. تمام. طيب لو اتكلمنا عن جبل احد ناخد كده كل حاجه واحده واحده. جبل احد ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه ايه؟ احد جبل يحبنا ونحبه، واحد جبل من جبال الجنه. يعني الجبل اللي حضراتكم شايفينه ده حته من الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم شافه على باب من ابواب الجنه في رحله الاسراء والمعراج. ثاني حاجه يا جماعه، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الجبل ده هو وسيدنا ابو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان. الجبل ده من فرحته ان النبي صلى الله عليه وسلم واقف عليه اهتز وارتجف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد فانما عليك نبي وصديق وشهيدين. طبعا النبي اللي هو سيدنا محمد، الصديق اللي هو سيدنا ابو بكر، الشهيدين اللي النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ لهم بالشهاده ان هو على الجبل ده سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان. الجبل ده حضرتك سبحان الله لما اتصور بالاقمار الصناعيه لقوا تضاريس الجبل من فوق كاتبه كلمه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. الجبل من فوق كاتبه اسم سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا النبي. من فضائل الجبل ده اللي ورد عنها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الجنازه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من صلى صلاه جنازه فله كراث في الجنه، والكراث في الجنه وزن جبل احد. الكراث اللي هو عندنا في الارض 175 متر، الكراث في الجنه وزن ايه؟ جبل احد. تخيلوا عظم الاجر قد ايه. ومن صلى صلاه جنازه ثم اتبع الجنازه دي طبعا من الرجاله فله ايه؟ فله قراطين. طبعا احنا جينا هنا بفضل ربنا، وربنا كتب لكم ان انتوا رحتوا مكه والمدينه، ورا كل صلاه فرض بتلاقوا فيه صلاه جنازه، في ناس يعني بتسلم وبتمشي مش عارفه الثواب قد ايه. تمام. والصلاه طبعا في المسجد الحرام ب 100,000 صلاه، المسجد النبوي ب 1000 صلاه، مسجد قباء عملنا عمره بمجرد ما احنا صلينا. الموضوع كله فضائل وتجاره مع ربنا سبحانه وتعالى. ثاني حاجه يا جماعه موجوده هنا جبل الرماه. الجبل ده اتسمى جبل الرماه ليه؟ كان في غزوه هنا اسمها غزوه احد، كان سببها طبعا اول غزوه في الاسلام اللي هي غزوه بدر، انتصر فيها المسلمين رغم قله عددهم وكثره عدد ايه المشركين. فجم المشركين عشان ياخذوا بالصف. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بقدومهم جه المكان ده واختار المكان ده يكون المكان للمعركه، ورسم خطه وامر 70 من الرماه يقفوا على الجبل ده، وكان قائدهم سيدنا عبد الله بن الزبير، وقال لهم ايه؟ ما تنزلوش بمعنى الكلام، ما تنزلوش من على الجبل ده حتى لو رايتم الطير تتخطفوا. لو لقيتوا الطير بيشيلوا من الارض شيل كده ما حدش ينزل. منتصرين ما تنزلوش، مهزومين ما تنزلوش، في كلتا الحالات لازم يطيعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاه والسلام. المسلمين انتصروا في اول المعركه ثم لحقتهم الهزيمه بسبب مخالفه تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه طبعا انتصروا في اول الامر وابتدوا يجمعوا الغنائم وانشغلوا في جمع الغنائم. كل اللي كانوا على الجبل خالفوا تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا خمسه من الصحابه، نزلوا قعدوا يشاركوهم في جمع ايه؟ الغنائم. طبعا سيدنا خالد بن الوليد كان لسه ما دخلش الاسلام، والمعلومه كان سيدنا خالد بن الوليد لسه طبعا على الشرك، وما خسرش سيدنا خالد بن الوليد معركه ولا هو على الشرك ولا هو على ايه؟ الاسلام. اول ما لمح ان الجبل ده فدي كان هو سر الانتصار، جه قتل الخمسه اللي كانوا على الجبل، ويقال ان هو طوق المسلمين من الخلف وقتل كتير من الصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم في المعركه ديت شجت راسه، راس النبي صلى الله عليه وسلم انبطحت وكسرت رباعيته اللي هو فك النبي صلى الله عليه وسلم اتكسر، واشيع في المعركه انه ايه؟ انه قتل صلى الله عليه وسلم. طيب المعركه دي انتهت بايه؟ المعركه دي ما انتهتش لا بانتصار المسلمين ولا بانهزامهم. اللي حصل بعد كده حصل انفصال بين الايه؟ بين الجيشين، وبعد كده في المشركين قعدوا في حته بره المدينه اسمها حمراء الاسد. النبي صلى الله عليه وسلم رجع المدينه تاني، وبعد ما رجع المدينه اما عرف ان هم لسه ما اتحركوش وراحوا مكه، جهز جيش وراح منطقه حمراء الاسد، وفي غزوه في الاسلام اسمها ايه؟ غزوه حمراء الاسد. راح هناك لقاهم ما فيش حد موجود، ورجع تاني ايه؟ على المدينه.
طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلصت المعركه 70 شهيد اتدفنوا هنا في المكان ده. النبي صلى الله عليه وسلم امر ان هم يدفنوا، ما كانش مكانهم هنا، كان مكانهم في حته كده بعد السيل، مكان ما الباص وقف كده، حصل سيل هنا في عصر من العصور، فايه جه على الميه جت على المقابر، وبعد كده نقلوها فين؟ يقال والله اعلم والله ان كانوا هم بينقلوا الجثث كان لسه في دم، والله اعلم بصحه الايه المقوله دي. طبعا اشهر الشهداء طبعا الدفن هنا، وكان ليه قصه في المعركه سيدنا حمزه بن عبد المطلب اسد الله في الارض وعم الرسول صلى الله عليه وسلم، اتقتل على يد عبد اسمه وحشي، استاجرته هند بنت عتبه. هند بنت عتبه ديت كان ابوها واخوها وعمها سيدنا حمزه قتلهم في غزوه بدر، قتلهم في غزوه ايه بدر، فجت مع المشركين عشان خاطر تاخذ بالصبر، فجت طبعا عبد اللي اسمه وحشي ده قتل سيدنا حمزه في المعركة، وبعد المعركة خلصت كانت عايزة يعني تمثل بجثتها، فدورت على جثة سيدنا حمزة وشقت بطنه وكلت من كبد، وبعد كده دخلت الإسلام، بعد فتح مكة دخلت الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان طبعا يعني كان رحيم جدا، كان بيستقبلها بس كان بتغطي وشها، ما كانش بيحب يشوف وجهها من حبه في سيدنا حمزة، مش كرها فيها، لا كان كل لما كان يشوفها بيفتكر ايه وقعة سيدنا حمزة. طب الفضل هنا ايه؟ احنا جايين هنا ليه اصلا؟ احنا جايين هنا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا نزور شهداء احد ونسلم عليهم وندعو لهم وندعو الانفاق، فان شاء الله كده هنروح على المقابر نروح نسلم عليهم ونرجع. احنا رحنا سلمنا عليهم.